تابعنا أيضا مع حضراتكم الشوط الذي انتهى، وأغدار هي من استطاعت تكسب الفوز والناموس والانتصار. هزاع بن سعيد بن هزاع الكلباني لها تحية على فوز أغدار وحصولها على المركز الأول، 7:50 من الثواني، والذي احتلت المركز الثاني وقدمت العرض ما فيه الكفاية. تحذير خليل بن راشد بن افتاح الشامسي احتلت المركز الثاني، الحذرة مع المركز الثالث حمد بن سيف بن محمد بن نعيف العامري. تهانينا وناموس للمراكز الثلاثة الأوائل. 7:50 أغدار هي احتلت بالمركز الأول في الشوط الذي انتهى، وشوطنا الخامس. شوطنا أيضا السادس في هذه اللحظات، وبهذا والسابع سابع الأشواط. أيها الحفل الكريم، ينطلق للقعدان المحليات الأصايل، انطلاق موفق نتمنى لجميع المشاركين. ما قدمت الشوط المركز الأول بلقى كفو، مبارك بن محمد بن مسري الهاملي يقدم كفو مع المركز الأول في هذه اللحظات وبهذه التحديات. لك التحية أبو محمد، يسعد صباحك. المركز الثاني في هذا الانطلاق والتقدم في هذه اللحظات مع مياس محمد بن حميد بن محمد بن حارب الشامسي، اخذ المركز الثاني. المركز الثالث، شوف التقدم وشوف الحضور مع والم راشد بن سعيد بن عمر الشامسي، اخذ المركز الثالث. المركز الرابع تقدم مع الاسد محمد بن سيف بن سهيل بن كلثم الخيلي، اخذ المركز الرابع. المركز الخامس، يبدو ان هناك بن سالمين العامري من الطرف الآخر من خلال تواجد أيضا داغر سالمين بن محمد بن سالمين العامري، خذ المركز الخامس. والسادس أصبح معزز محمد بن راهي بن تريس الظاهر، يقدم معزز على سادس المراكز، وسابعها احتلها اللي هو أيضا ثمين حمدان بن عبد الله بن هزيم الشامسي، يقدم أيضا ثمين على مستوى المركز الثامن. المركز الثامن أصبح مشاهدنا الكرام اللي هو ممتاز ناصر بن حمد بن سيل الخيلي. المركز العاشر أشعار بوحقوي يتدخل في هذه اللحظات، خاطب المركز التاسع، أو في هذه اللحظات يتقدم اللي هو غي مع ضد بن سيب بوحقوي الشامسي. وعاشر المراكز، شوف التقدم وشوف الأبداع، هذا هو الواصل. كيف سالم بن سهيل بن حمد العفاري يتقدم في هذه اللحظات مع كيف اللي بعد كيف هناك. نتابع أيضا أسامي أخرى حاضرة في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة، وبهذه الأسماء ما يقارب حدود 30 أو 34 في هذا الشوط، 34 مشارك في هذا الانطلاق. نكتفي بهذه اللقطة، عملية زومية تابع للشعارات الأخرى. 2 كيلومتر
يفصلنا عن الوصول عن العبور إلى خط النهاية. الله شوف الأبداع وشوف التحدي والإثارة في هذا الانطلاق بهذه التحديات. ما شاء الله تبارك الرحمن، الانتقالات مستمرة والتحديات مستمرة والإثارة مستمرة، ولكن عودتنا مع الهاملي. الهاملي الهاملي مع المركز الأول ينطلق بهذا الانطلاق مع كفو مبارك بن محمد بن مسري. الهاملي على مقدمة الشوط مع المركز الأول، يقدم كفو بهذا التقدم وبهذا الإبداع المستمر على الصدارة. على مقدمة الشوط المركز الثاني بلقى مياس، محمد بن حميد الشامسي خذ المركز الثاني. المركز الثالث ثمين، ثمين يا مرحبا بثمين ويا مرحبا بأشعار ثمين، كما عودنا ثمين أيضا بالانطلاقات الرائعة والجميلة. يا سلام عليك يا بن هزيم، اللي بعد بن هزيم وش اللي قادم في هذه اللحظات؟ شو اللي هناك؟ تابع لي معزز محمد برايب بن تريس الظاهري خذ المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس يتقدم أيها الحفل الكريم وابن على طاري. إلا في هذه اللحظات اللي هو حشيم حمد بن غدير بن صالح الينيبي يتقدم حاضرا في هذه اللحظات مع أيضا حشيم. اللي بعد حشيم وش هناك القادم؟ أيضا داغر، داغر سالمين بن محمد بن سالمين العامري راعي شاهين حاضرا في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق المستمر. الله ثمين 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 والشوط ثمين ما شاء الله يتقدم مع مقدمة الشوط كما عودنا. ثمين صاحب الانطلاقات وصاحب النواميس، هذا هو ثمين مع المركز الأول ينطلق بهذا الانطلاق. حمدان بن عبد الله بن هزيم الشمس يقدم ثمين مع المركز الأول. العصافة الأبطان ما شاء الله يتلفت، هل من قدوم؟ هل من قدوم ما شاء الله العصافة الأبطان في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة ما شاء الله تبارك الرحمن. من طول الغيبات يا بالغنائي ما شاء الله، شوف الاندفاع شوف الاندفاع شوف الابداع شوف الابداع ما شاء الله. بدأ الرقص بدأ الرقص مع ثمين صاحب العوائد ما شاء الله وتبارك الرحمن. شوف الرقص مع ثمين، حمدان بن عبد الله بن هزيم الشامسي مع ثمين مع المركز الأول. صاحب العوائد ما يخلي عوائده، صاحب العوائد ما يخلي عوائده، اطلع بهذه الطلعات يا بن هزيم مع ثمين. تهانينا وناموسة لحظات الوصول العبور نحو خط النهاية، تهانينا وناموسة. خلاص أخوي لا تقول شيء، استراحت محارب. تهانينا وناموسة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. هذا هو ثمين معلم بناموس هذا الشوط وبانتصاره. تهانينا وناموس لمالك ايضا ثمين حمدان بن عبد الله بن هزيم الشامسي. المركز الثاني كان الوصول مع مياس محمد بن حميد بن محمد بن حارب الشامسي. المركز الثالث تقدم ايها الحفل الكريم مع اللحظات الاخيره، وانضم اللي هو مشاهدينا الاعزاء حشيم حمد بن غدير بن صالح الينيبي. والمركز الرابع ايضا هناك وصول من خلال تواجد شاهين شبيب بن حمد بن سعيد الوهيبي خذ المركز الرابع. والمركز الخامس كانت تقدم مشاهدين الاعزاء مع اللحظات الاخيره اللي هو معزز محمد براهيم بن تريس الظهري. هذه هي نتائجنا، هذا هو توقيتنا 45 7 من الدقائق. فتهانينا والناموس.